الثوري أغاني الكفاحية أغاني ديال الملتزمة مع الشيخ إمام وكذلك مع أغاني يعني أغاني أخرى اللي أديتي أغاني فلسطينية يعني هاد غنقول الذاكرة ديال الأغنية الملتزمة وفي الواقع الحالي اللي كيعرف تراجعات كيفاش يمكن أغنية تاخذ التوهج ديالها وتساهم كذلك في الحماسة وكذلك الإبداع الفني والثقافي. أنا أعتقد أنه الأغنية الملتزمة كانت وما زالت باقى عندها الرهينية ديالها ولو أنها تم يعني طغت عليها الموجة ديال الموسيقى الغربية الموسيقى الإلكترونية. يعني مواجهات الفنية الشبابية وكذلك أغنية الملتزمة ما زالت لها عشاقها ولها الملتزمين الاستماع إليها وتتبعها نظرا للأوضاع ربما ولو أنها تغيرت في الشكل ديالها ولكن باقت ما زالت يعني هي صوت ومعبر عن الضمير العربي والواقع العربي تعلمون الواقع العربي الآن يعيش وضع أو أوضاع يعني مزرية أوضاع يعني بأسة ولهذا الملتزمة ربما هي يجب إحياءها وأعطاها نفس جديد وربما أعطاها رونق جديد حتى تسير هذا الموج يعني الجديد اللي كاينه في الموسيقى. بالإضافة لك نستعين معك ذاكرة يعني الأغنية الملتزمة خاصة في مرحلة الثمانينات والتسعينات بحيث كنت حاضر في مجموعة من الأنشطة اللي كانت كتنظم سواء بالنسبة ليوم الأرض أو يوم يعني احتفال يعني بالقضية الفلسطينية وارتباط بالقضايا القومية العربية إلى آخره. يعني الأغنية كانت عندها واحد الإشاعة الآن عرفت واحد الخفوت يعني فين ليش كترجع هاد الخفوت يعني ديال الحماسة وديال الأغاني اللي كانت حماسية اللي كانت يعني كنقولوا بندقية والأغنية الإبداع كان عنده الحضور ديالو كيفاش هاد التراجع دابا الآن اللي وقع؟ التراجع له أسباب متعددة من هذه الأسباب هو يعني التطور اللي نقوله التطور جاء بشكل عفوي يعني التطور ديال الموسيقى هو يعني هذا الإشكال ديال التعبير الموسيقي هي اللي جعلت الموسيقى الملتزمة انها ما بقاتش بالشكل اللي كانت عليه وفي نفس الوقت هو يعني الزمن ماشي هو الزمن لانه يعني فترة السبعينات ماشي هي فترة اللي كنعيشوها الان فترة السبعينات اللي كانت العالم العربي عرف انتكاسة على جميع الأصعدة وعلى جميع الأوجه وفي نفس الوقت كان هناك ضمير حي يعني ضمير كان المثقف كان المثقف حاضر كان اللي هو اللسان الطبقات المستضعفة والطبقات يعني كان المثقف كان هو المعبر على هذه الطبقات لذلك كانت أو الشباب يعني الشباب اللي كان في الجامعات حتى هو كان كيعيش حتى هو هاد المخاطر وبالتالي كان التوهج وهاد التوهج حتى كي يعني حتى كيضم حل شيئا فشيئا يعني نتيجة لهاد العوامل اللي ذكرت ولكن في نفس الوقت يعني باقى الملتزمة باقي عندها الرهينية اللي خاص هو خاص يعني الرواد ديال هاد مع الأسف هما الرواد يعني الرواد مابقاوش وربما يعني مع الزمن يعني قل العطاء ديالهم
ولكن يعني كتذكر أقابور، كتذكر شيخ إمام خليفة إلى آخره. يعني هذا الرواد إنه ما بقاوش، وربما ما كانش تلاقح، يعني هذا الرواد ما حاولوش أنهم يهيئوا شباب ومجموعات أخرى اللي تأخذ الركب. يعني هذا إذا بدي أقول هذا الفن يعني وقف مع توقف هذا الرموز لو قلنا. وكنتمنى على الله أنه الشباب ديال اليوم يعني يحيي هذا الفن، يعني اللي مرتبط بالقضايا سواء كانت قوميه او عربيه او وطنيه، لان الشعب هو الفن، هو ضمير، وهو يعني ضمير الشعب. نعم.